السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة جونيور 6، بنكمل مع بعض النهارده تالت حصة إن شاء الله على خير. النهارده هناخد أبلكيشن أون ريشيو، بس قبل ما نبدأ إن شاء الله هناخد ريفيجن كده سريع اللي إحنا خدناه قبل كده. أرجو بقى إيه يعني تركزوا معايا إن شاء الله النهارده عشان نقدر نستفيد بإذن الله. أول حاجة حبايبي هنا بنتكلم عن السيمبليفاي اللي أخدناه إحنا قبل كده. أهو عايز أعمل إيه؟ عايز أعمل سيمبليفاي ما بين فراكشن وما بين ديسيمالز. يا إما أخلي الاتنين فراكشنز يا إما اللي أخلي الاتنين إيه؟ ديسيمالز. ماشي يا جماعة؟ طيب لو أنا خليت دوت ديسيمال هو ديسيمال اخليه فراكشن هيبقى ايه 3 اوفر 4. طبعا اول حاجه اشوفها ان 3 اوفر 4 وهنا 3 اوفر 4 طبعا هيجوا ايه مع بعض هيبقى 1 ريشيو 1. طب هم لو مش شبه بعض، انا قلت اغير لكم يعني مثلا حاجه زي كده اهي مثلا وحاجه زي كده. هم لو مش شبه بعض نعمل ايه يا مستر؟ قلنا بنعمل ايه؟ بنعمل ده تايمز دوت الدينومينيتور تايمز الدينومينيتور. 3 تايمز 4 بكام يا جماعه؟ ب 12. اكتب 12 هنا واعمل تايمز. ماشي يا شباب؟ طيب وبعد التايمز يا مستر محمد اقول لك بقى تقوم عامل ايه؟ تعمل 2 اوفر 3 ديت تايمز 12 لوحديها هيطلع لنا كام؟ هيطلع لنا 8 ريشيو. 3 اوفر 4 تايمز 12 هيطلع لنا ايه؟ 9. يبقى كده المساله انتهت. كده رجعت معاك هاو تو سمبليفاي فراكشنز. طيب في اخذنا المره اللي فاتت برضو اليونتس، هنا كيلو جرام يا جماعه وهنا جرام، ما يصحش تعمل ايه هنا؟ ما يصحش تعمل ديفايدد او تعمل سوري تعمل سمبليفاي على طول، لازم تخلي اليونتس زي بعضها يا اما الاثنين كيلو جرام يا اما الاثنين جرام. طيب احنا بنختار انهي حل؟ بنخلي الصور زي ايه؟ زي ما هو. خدت بال سيادتك؟ فبيبقى كده. سوري يا جماعه ثواني. بيبقى ده زي ما هو كده اهو. اما الكبير بقى اللي هو الكيلو جرام ده بنعمله تايم 1000 فبيبقى 4000 اهو. كده انا عملت ايه؟ حولت الكيلو جرام لايه؟ لجرام. لما بيضرب تايم 1000 بيبقى حضرتك 4000 كيلو سوري ايه جرام. يبقى ده بالجرامات وده بالجرامات. نبدا نختصر، شيل التو زيروز هنا مع التو زيروز هنا، بقى هنا حضرتك 40 ريشيو ايه يا اولاد؟ ريشيو 35. ابدا اعمل ديفايد باي كام؟ الناس اللي شاطره ديفايد باي 5 اه 40 ديفايد 5 ايكوال 8 and 35 ديفايد 5 ايكوال ايه؟ 7. اه فهمتوا يا شباب؟ تمام. شوف اللي بعد. طب مين يحل معايا بقى 2 اند هاف اورز 2 اند هاف اورز ريشيو 200 مينتس؟ طبعا احنا بنسيب الصغير بقى قلت لك، يبقى ليف. بص دايما كده حط ليف في دماغك، ليف سمولست، انت بتسيب الصغير وبتغير مين؟ وكونفيرت بيك او كونفيرت بيجست، يعني بتغير مين؟ الكبير. بتغير الكبير. طيب انا هنا هسيب المينتس زي ايه؟ مهيه. يبقى 200 هنا تنزل زي ايه؟ مهيه. اما دي اورز لا ما تنفعش اورز بقى، احنا قلنا نبقى اعملها مينتس. طب ازاي احول من اورز لمينتس؟ الناس الشاطره اللي حافظه التحولات هتعمل تايمز مين؟ تايمز 60. طيب ازاي انا من غير الاله اجي اعملها تايمز 60؟ هقول لك 2 اورز يعني 2 تايمز 60 يبقى 120. حط 120 دي كده على جنب و 120 دي كده على جنب اهو في دماغي كده. طب هاف 60 يعني نص 60 كام؟ 30. اجمعهم مع بعضهم يديني ايه؟ ده التفكير بتاعي جوه ايه؟ جوه دماغي يعني، ده كده جوه دماغي. يبقى هنا يا جماعه الاجابه 150. الله ينور. نبدا نشيل الزيرو ده مع الزيرو ايه؟ ده وكاننا عملنا ديفايدد باي 10. حلو قوي. ده بقى 15 سيادتك وده بقى 20، تعمل ايه؟ اه نقسم هنا فوق وتحت، يعني سوري نقسم الاثنين على ايه؟ على 5.
يلا حبايبي 15 ديفايد باي 5 ايكوال 3 و20 ديفايد باي 5 ايكوال ايه؟ ايكوال 4. الله ينور عليكم، كده تبقى خلصت الايه؟ المساله وخلصت السمبليفاين. ده كده انا براجع على الحصه اللي فاتت، لان الحصه اللي فاتت خدنا سمبليفاين ذا ريشيو ويز ايه؟ ديفرنت يونتس، اللي هي فيها يونتس مختلفه عن بعضها. طيب هنا برضو ريشيو بتوين سايد لينس اوف سكوير، يا جماعه اهو ادي السكوير اهو. السايد لينس اللي هو ده اسمه سايد لينس، ده اسمه سايد لينس. اند اتس بريمتر، فين البريمتر اللي هو ده بلس ده بلس ده بلس ده؟ يبقى ايه الريشيو اللي ما بين السايد والبريمتر؟ اه طبعا كانت محفوظه 1 ريشيو ايه 4، لان لو افترضنا ان ده طول 1 سم هيبقى ده 1 سم وده 1 سم وده 1 سم، يبقى السايد ب 1 ويبقى البريمتر كام؟ البريمتر كله ب 4، يبقى 1 ريشيو ايه 4. جميل، دي اسمها فيكسد ريشيوز كنا اخدينها. وحاول تفتكر معايا لما قلت لك ايه ريشيو بتوين سايد لينث اوف ايكويلاترال ترانجل اند اتس بريمتر، كنت بتقول لي ايه 1 ريشيو 3. حاول تفتكر معايا الفيكسد ريشيوز لان حاجات مهمه جدا. طب مين شاطر يقول لي ريشيو بتوين ريديوس اوف ا سيركل اند اتس سيركمفرنس؟ ها مين يراجع؟ اه طالما قلت ريديوس والسيركمفرنس هتقول لي 1 ريشيو 2 باي، لكن لو قلت ديامتر هتقول لي 1 ريشيو باي يا مستر. هقول لك اكسلنت، كده انت متابع معايا كويس. طيب تعال نخش في الابلكيشنز اون ريشيو اللي هو درس النهارده كده نفهمه بسرعه. يلا حبايبي، بيقول لي هنا ريشيو بتوين نمبر اوف جيرلز تو نمبر اوف بويز، النسبه ما بين الجيرلز والبويز 3 ريشيو 5، 3 ريشيو 5 تمام، يبقى دي كده الريشيو. اند اف نمبر اوف جيرلز از 12 تمام، يبقى فايند نمبر اوف بويز، يبقى البويز كام؟ هنعمل ايه يا شباب؟ اول حاجه اول حاجه بكتب الجيرلز. طب معاك ورقه وقلم تكتب معايا جيرلز ريشيو ايه؟ بويز كام لكام يا حبيبي؟ 3 ريشيو 5 يا مستر. اكسلنت، دي النسبه بتاعتي. النسبه دي يعني ايه؟ يعني كان الجيرلز دول معاهم 3 صناديق والبويز دول معاهم 5 صناديق، خدت بالك؟ 5 صناديق مقفوله لكن فيها كام كوره كل واحده؟ كل صندوق فيه كام كوره؟ ما نعرفش. طبعا كل صندوق متساوي، الكور بتاعته متساويه، الكور بتاعته ايه؟ متساويه. يعني لو قلنا الصندوق فيه 10 يبقى معنى كده ان الجيرلز معاهم 3 صناديق و10 بولز طبعا، يبقى نقوله ايه؟ 30. لو والبويز في المقابل هيبقى معاهم 50، معايا يا جماعه؟ يبقى الصندوق انا ما اعرفش قيمته كام او فيه كام كوره، بس اللي انا اعرفه ان الجيرلز فيهم 3 صناديق والبويز معاهم ايه؟ 5 صناديق. عشان اعرف قيمه الصندوق دوت او كده بعمل ايه بقى؟ بقول نمبر اوف جيرلز 12، بحط ال 12 فين يا شباب؟ تحت مين؟ الجيرلز اهو. اه الثلاث صناديق ايكوالز 12 بولز اهو، كان الثلاث صناديق عدلوا 12 بولز، يبقى كل صندوق فيه كام؟ 4. برافو عليكم، لان الصناديق عمل تايمز 4 معايا، فبقت 12. يبقى هنا ال 5 بقى يبقى معاهم كام؟ اه هيعملوا تايمز 4 يا مستر، هيبقى الاجابه كام يا بابا؟ الاجابه هتبقى ايه 20، خد بالك بس بقلم مختلف اهو، هتبقى الاجابه هنا 20. ثواني يا شباب سوري، خد بالك بس بقلم ايه مختلف اهو يا جماعه، هتبقى الاجابه كام؟ 20. حد فهم حاجه؟ تمام. في طريقه ثانيه يا مستر محمد؟ اه في طريقه ثانيه هقول لك عليه. بنعمل ايه؟ اللي كل الناس بتعملها يعني، دي بتعمل ايه؟ بمسح بس، امسح ده كده بس عشان افهمك. انت كتبت النسبة صح؟ جميل قوي. كتبنا النسبة، حاجة جميلة. طب نعمل ايه تاني يا مستر محمد؟ نكتب هنا نمبر اوف جيرلز كام؟ 12، احط 12 جي هنا. واعمل هنا اكس، رقم ما اعرفوش، والاكس ده اجيب قيمته ازاي؟ ركز معايا يا بابا. دول بتساوي وتسحب شرطة وتعمل الرقم اللي فوق اكس. تايمز بالتبديل، تايمز بالعكس كده يبقى 5 تايمز 12، 5 تايمز 12 اوفر او ديفايدد مين 3 اهو. الاجابه تطلع لنا في الاخر كام؟ تطلع لنا برضو الاخر ايه 20، يبقى عدد الولاد 20. يبقى دي طريقه ودي طريقه ايه اخرى. يا رب تكون فهمتوا يا شباب. تمام، السؤال اللي بعده. بيقول لي if number of all students in a class is 20، يا جماعه all students يعني كل الولاد
كل الولاد، يعني البويز على الجيرلز، كلمة اول دي معناها ايه؟ يعني بويز وايه؟ وجيرلز مع بعض. And if ratio between boys اهو ratio girls is a 3:2. يبقى انا سيادتك اول حاجة بكتب بويز، بقى هنا المرة دي البويز الاول ratio girls، لان قلنا الترتيب مهم. بكتب هنا 3 ratio يا ولاد ratio 2. برافو. انا عايز بقى البويز معاهم ثلاث صناديق بقى، ها، والجيرلز معاهم ساندوين، بس انا ما اعرفش قيمه ده قد ايه ولا قيمه ده قد ايه. فوق بكتب النسب، تحت بكتب القيم معايا او الفاليوز يعني، او النمبر مثلا، ريل نمبر الرقم الحقيقي للبويز والنمبر الحقيقي ايه للجيرلز يعني. تمام يا جماعه؟ المهم بيقول لي فايند نمبر اوف بويز اند جيرلز. ايه ده؟ ده عايز النمبر بتاع البويز وعايز النمبر بتاع الجيرلز. طب اجيبه ازاي؟ اجيبه ازاي؟ ركز معايا، مش بيقول لك هنا عدد الاثنين مع بعض 20؟ اه، يبقى انا هعمل هنا؟ هعمل خانه جديده اسمها عدد الاثنين مع بعض، اللي هي معناها صم يعني، مجموعهم بكام؟ ب 20، مجموعهم ب 20، يعني عدد ده بلس ده بيساوي 20. تمام؟ طيب هنا بقى، طب الاجزاء بتاعتها قد ايه؟ او الصناديق بتاعتها بقى، بجمع ده مع ده، بنعمل 3 بلس 2، يدينا كام يا اولاد؟ يدينا 5. كده بطريقة بسيطة جدا، لو عايز اعرف انا بقى ايه قيمة الصندوق قد ايه، الشاطر معايا هيعرف، هيقول لي يا مستر ايه ده، ده ال 5 بقت 20، عامل تايمز كام يا مستر محمد؟ عامل تايمز 4. يبقى كل رقم من هنا وراح يعمل تايمز ايه؟ 4، هيعرف على طول. يبقى هنا 8 عددهم 8، وهنا لو عمل تايمز 4 هيبقى عددهم كام؟ 12. طب دي طريقة. في طريقة تانية الولاد كلهم بيعملوها وكل التيتشرز بيعلموها لاولادهم، ايه هي؟ ايه يا مستر؟ اقولها لك، بص اقولها لك انا هنا، اكتبها لك تاني. بنقول بويز ريشيو ايه؟ جيرلز كام؟ 3 ريشيو 2، انا بعلمك كل حاجه. اهو. اهو. فده النسب، دي سطر النسب، ودي سطر مين؟ الفاليوز او القيم. تمام؟ طبعا ال 20 دي ولا هي بتاعت البويز ولا هي بتاعت مين؟ الجيرلز، ما احطهاش ولا هنا ولا هنا. امال بتاعت مين؟ مجموعهم، يبقى بكتب هنا صم، اقوم كاتب ال 20 دي فين سيادتك؟ هنا كده. طب امال هنا مجموع الاجزاء بجمع 3 و2 كام؟ ها؟ فاين. طب اجيب هنا بقى، بحط هنا اكس واحط هنا ايه؟ واي. يلا نجيب قيمه اكس، اكس اجيبها ازاي؟ معلش اكتب هنا كده اهو، بسحب شرطه كده وبعمل ايه؟ ها؟ فين اكس اهي؟ يبقى بكتب الرقم اللي فوق 3 تايمز 20 ديفايدد 5. يبقى هنا بكتب اهو 3 تايمز 20 ديفايدد باي 5. خدت بالك؟ هيطلع لي برده رقم برده هيطلع لي الاجابه كام؟ 12. هيطلع لي الاجابه 12. تمام. 12 ايه طبعا؟ 12 ايه بويز؟ بكتب هنا 12. بكتب 12 بويز. تمام. طب انا عايز اجيب كلمة واي زيها، ادي واي ايه؟ يلا بتساوي ايه واي؟ اسحب شرط. ها؟ 2 برافو تايمز 20 اكسلنت ديفايدد مين برضو 5. بكتب كده 2 تايمز 20 ديفايدد باي 5، الاجابة تبقى برضو كام؟ 8. ايت ايه بقى طبعا؟ ايت جيرلز. يا رب يكون فهمنا يا جماعه. يبقى هي المساله عباره عن نسبه ورقم، نسبه ورقم، ريشيو اند نمبر. تمام يا جماعه؟ يلا نشوف السؤال اللي وراه هتفهموا اكتر ان شاء الله، كل مساله هتعدي هتفهموا اكتر. اهو. ركز هنا معايا قوي في السؤال. ريشيو بتوين عادل ذا ماني، يعني فلوس، فلوس عادل، اند ايمان ذا ماني، وفلوس ايمان از 3 ريشيو 5. مش معنى كده ان 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 عادل معاه 3 جنيه وايمان معاه 5 جنيه، لا يا بابا، دي اسمها نسبه، دي اسمها ريشيو. لا، عادل معاه 3 صناديق اه، وايمان معاه 5 صناديق، بس كل صندوق فيه كام؟ ما نعرفش. كل صندوق فيه كام احنا ايه؟ ما نعرفش. عشان كده دي اسمها نسب، ما نعرفش. لما نعرف قيمه الصندوق، لو عرفنا الصندوق فيه 20 جنيه هيبقى ايه؟ لو عرفنا ان الصندوق الواحد 20، طب عادل معاه 3 يبقى كده معاه 60، معاه 60. طب ايمان الصندوق ب 20 بقى وايمان معاه 5 صناديق، اه يبقى ايمان معاه 100 جنيه. عرفنا نحسب عشان عرفنا قيمه الصندوق كام. بس كل اللي اعرفه ان عادل لحد دلوقتي معاه 3 صناديق او 3 بارتس، يعني 3 اجزاء، وايمان معاه 5 بارتس، 5 اجزاء. And the difference between اه الفرق ما بين بقى مين؟ between them، الفرق ما بينهم 40 باوندز. يعني سيادتك ايمان طبعا هي اللي معاها زياده. ايمان بتفرق عن الاستاذ عادل ب 40 جنيه. طبعا دي مش معناها ان هي معاها 40 وهو معاه صفر. لا، ممكن يبقى معاها مثلا 40 سوري معاه 100 وهو معاه 60. يبقى كده الفرق ما بينهم ديفرنس، يعني الفرق.
كلمة مهمة. الفرق ما بينهم يعني لما تنقصهم من بعض يعني بيديك فوق ايه؟ فورتشن. يعني مثلا واحد معاه 100 وواحد معاه 60 تمام؟ واحد معاه 50 جنيه وواحد معاه 10 جنيه. برضه ذا ديفرنس بتوين ذيم از ايه؟ از فورتشن. واحد معاه 140 والتاني معاه 100 برضه ذا ديفرنس بتوين ذيم از فورتشن. فهمتوا يعني ايه يا جماعه؟ تمام. بيقول لي هنا بقى عايز اعرف يا فندم عادل معاه كام وامام معاه كام؟ اقول لك بطريقه بسيطه جدا. اول حاجه بكتب الايه؟ الاسامي. ادي الاستاذ عادل ريشيو الاستاذ امين ايمان. بكتب بعمل سطر نسب كبير كده عشان ممكن احتمال اضيف ايه؟ اضيف هنا حاجه واعمل سطر كده تاني لاين كده للفاليوز للقيم او الارقام الحقيقيه او الفلوس الحقيقيه. اول حاجه بنكتب ريشيو 3 ريشيو 1 ريشيو 5 كويس 3 ريشيو ايه؟ 5 تمام. نكمل. انا عايز اعرف الفورت دي فين؟ هي الفورت دي بتاعت عادل يا ابني؟ لا. طب بتاعت ايمان؟ لا. امال بتاعت مين؟ ده الفرق ما بينهم. اه يبقى هعمل خانه جديده اسمها الفرق، اسمها ديفرنس، اسمها ديفرنس الفرق. طب ينفع احط الفورت دي فوق؟ لا ادي هنا للنسب. امال الفورت فين؟ تحت. الفرق ما بينهم 40 جنيه، الفرق بين الفلوس دي والفلوس دي 40 جنيه. طب الديفرنس تجيب بقى الديفرنس ما بين النسب. كام الفرق ما بينهم؟ 2 طبعا. 5 ماينس 3 بيجيب 2. يلا نعمل البطاقة بتاعتنا. عايز اشوف فلوس عادل، بكتب كده عادل ذا ماني. عادل ذا ماني يعني فلوس عادل، فلوس عادل بتساوي. يلا يا اولاد مين فاهم معايا؟ اه بنعمل 3 يا مستر محمد. تايمز ال 40 ديفايدد مين؟ ال 2. الله عليك. يبقى بنعمل 3 تايمز 40 ديفايدد باي 2. الاجابه بطريقه بسيطه جدا بتطلع كام يا جماعه؟ بتطلع 60 جنيه. اه طب مين جسم كده يخمن يقول لي؟ بكتب 60 باوندز طبعا اهو. طب مين يخمن بقى يبقى ايمان معاها كام؟ في ناس كتير قالت 100. اه لان الفرق ما بينهم 40 بقى. طب نحسبه برضو ايمان كاننا احنا ما نعرفش يعني. ايمان زي مين؟ ايمان زي ماني يعني فلوس البنت ايمان دي. ثواني يا حبيبي. فلوس البنت ايه؟ ايمان دي. يلا نشوفه كده. فلوس ايمان بنمسك ال 5 عشان هي بتاعت ايمان تايمز ال 40 تايمز ال 40 ديفايدد مين برضو؟ 2. يبقى نكتب كده 5 تايمز 40 ديفايدد باي 2. الاجابه فعلا تطلع ايه؟ 100 باوندز. واحده يبقى البنت ايمان دي معاها 100 جنيه والواد اللي اسمه عادل معاه كام؟ 60 باوندز 60 جنيه. فعلا الفرق ما بينهم ايه؟ 40 جنيه. ايه ده مستر محمد؟ انت كده عملت ايه كده؟ ركز معايا. في اول مثال انت حطيت الرقم ها تحت واحد منهم صح؟ في تاني مثال حطيت كلمة صم. في تالت مثال حطيت كلمة ايه؟ difference. اه يبقى انت الدرس بتاعك هو كده، يا تحط النمبر تحت رقم فيهم تحت عادل تحت ايمان، يا تحت الصم يا تحت الديفرنس. تمام يا شباب؟ طب امتى وامتى وامتى؟ اقول لك انا يا باشا. لما اجي اقول لك في كلمات بقى نتعلم بقى اهو، في كلمات يا باشا معناها بلس او معناها صم يعني، يعني احط كلمة صم امتى؟ لما اشوف كلمة صم، لما اشوف كلمة اول، لما اشوف كلمة توتال، لما يقول لك زي هاف هم معاهم، لما يبقى هم معاهم يبقى كل واحد معاه؟ لا هم معاهم 100 جنيه، يبقى دي ولا ايمان ولا احمد ولا خديجه ولا اي حد، دي بتاعت ايمان واحمد وخديجه على طول، يبقى دي بتاعت الصم. تمام؟ لما اقول لك مان ديستريبيوتد او داد ديستريبيوت يعني وزع، لما بابا يوزع عليك 100 جنيه دي معناها انت واخواتك، يبقى دي معناها بتاعتك لوحدك؟ لا يا حبيبي، المال دي بتاعت ايه؟ انت انت واخوك احمد واخوك فاروق واخوك عبد المنعم واختك بدريه، كل الناس دول كده يا جماعه هياخدوا ال 100 جنيه. يبقى لما نقوله هنا ايه؟ يبقى لما نشوف كلمه صم او توتال او اول او ديستريبيوت ولا واحد بيوزع، يبقى تكتب كلمه ايه؟ صم. تضيف خانه جديده وتكتب صم. طيب لما تشوف كلمه زان بقى، عيله الزان انا مسميها فاميلي اوف زان، اللي هي مين عيله الزان؟ اللي هي شورتر زان، جريتر زان، بيجر زان، سمولر زان، مور زان، ليس زان، اي حاجه فيها زان يا جماعه تعمل ايه؟ تعمل ماينس. تمام؟ او كلمة اكسيد، كلمة ايه؟ اكسيد، كلمة دي اي ودي اي على فكرة، دي اي واي سوري يعني، ودي انكريز ودي ديكريز. الكلمات دي كلها يعني حد بيزيد عن حد، حد بيقل عن حد، كل ده اسمه فرق يا جماعة. لما اقول لك انا بزيد عنك سنتين، يبقى لما اعمل العمر بتاعي ناقص العمر بتاعك هيدينا اتنين، هيدينا تون. طب انا بقل عنك خمس سنين، يبقى ده فرق ما بيني وما بينك، يبقى ده برضو ايه؟ ديفرنس.
طب اي اكسيدز مثلا زان يو مثلا 3 ييرز، انا بزيد عنك 3 سنوات، يبقى برضه هنا ده فرق، ده ديفرنس. يبقى كل دول يا جماعه معناهم ديفرنس. معناهم ايه؟ ديفرنس اهو. حد فاهم حاجه؟ يبقى لازم تحفظ او خدها سكرين شوت كده. كلمات الديفرنس عيلة زان واهو اجهزي كلماتها انكريز وديكريز واكسيدز. وده حرف جي طبعا. ماشي يا جماعه؟ تمام. وكلمات السم اللي هي مين؟ اللي هي سم وتوتال وقول وزي هاف، او لما اجيب لك سؤال يقول لك ايه؟ مان ديستريبيوت مثلا، رجل بيوزع فلوس الفلانيه ديت على اولاده، يبقى طبعا الفلوس ديت مش بتاعت ولد واحد فيهم، لا امال ايه؟ بتاعتهم كله. تمام؟ تمام. ركز بقى معايا في المسائل الجايه اهو. اول سؤال اهو بيقول لي ريشيو بتوين علي وعمر وهالة لينس، يعني طول، هنقول طول علي وطول عمر وطول مين؟ هالة، كام؟ 3 ريشيو 1 ريشيو 5. ده مش معناه ان واحد 3 سم وواحد 1 سم وواحد 5 سم، طبعا مش معقوله يعني الكلام ده. تمام يا شباب؟ دي نسب بتاعته، زي قلنا صناديق، دي معاها 3 صناديق وعمر معاه صندوق وهالة معاه 5 صناديق، بس كل صندوق فيه قد ايه ما نعرفش. انت لو عرفت هتقدر تجاوب كل واحد. لو قلنا مثلا الصندوق 20 سم مثلا، فيه 20 سم، يبقى معنى كده ان علي 3 تايمز 20 يبقى ب 60، يبقى علي عرفته بقى. طب وده معاه صندوق واحد يبقى ده 20 بس 20 سم، طب معاه 5 صناديق يبقى دي 5 في 20 5 تايمز 20 يبقى ده 100 سم. يبقى لما تعرف قيمه الصندوق هتقدر تجاوب كل واحد. يبقى انا مشكلتي اعرف قيمه الصندوق ده. نكمل بقى عشان نعرف قيمه الصندوق. علي لينس انكريز، انكريز هنا يعني ايه؟ بيزيد. اهي انكريز يا جماعه يعني ايه؟ بيزيد زان عن عمر، يبقى علي بيزيد عن عمر بقد ايه؟ ب 60 سم. نكتب ازاي بقى؟ اقول لك اول حاجه نكتب ايه؟ علي ريشيو عمر ريشيو مين؟ هاله. عايز تكتب الكلمه كلها ما عادي يعني مفيش مشكله. ونعمل نجاح السطر للنسب، وسطر كبير شويه مش لحد هنا، ممكن نزود كمان عشان ممكن في يبقى في صم وفي ديفرنس. تمام؟ وهنا سطر لمين؟ للقيم بتاعتها. يلا علي كام يا جماعه؟ علي 3. طب وعمر كام؟ 1. وهاله كام؟ هاله كمان 5 5. تمام قوي، جميل قوي. لو قلت لك مثلا طول علي 60 يبقى تحط 60 هنا. فهمت انا بقول لك يعني ايه؟ لو انا قلت لك اللينث اوف علي 60 يبقى 60 هنا يا جماعه. تمام؟ يبقى اجيب ده ازاي؟ اعمل 1 تايم 6 ديفايد 3. انا بس بشرح لك يعني، ده مش المساله. طب ازاي اجيب طول هاله؟ اعمل ايه؟ 5 تايم 6 ديفايد ايه؟ 5 تايم 6 ديفايد ايه؟ 3. همسح واحل بقى المساله تاني معلش. اهو. اهو. تمام يا شباب؟ ده كلام ايه؟ جميل. تمام. لو جيت قلت لك بقى هنا ايه؟ نقرا بقى المساله. علي بيزيد عن مين؟ انكريز يعني بيزيد. طب ما بيزيد دي معناها ديفرنس، مش احنا قلنا الكلمات اهي؟ هي من ضمن الكلمات ديفرنس. ماشي؟ الديفرنس كام يا عم الحاج؟ ب 60 سم. يبقى 60 سم مش هنا، امال فين؟ هنا. تمام كده يا شباب؟ وطبعا بالوحده بالسم، يعني كل اللي هيطلع لك هنا بالسم، وده بالسم وده يطلع بالسم. طب ازاي اجيب بقى القيمه اللي هنا بقى او النسبه اللي هنا؟ عشان انا بقول لك علي بيزيد عن عمر، علي يا اخي وعمر، يبقى نسبة علي فين؟ 3. ونسبة عمر كام؟ 1. الفرق ما بينهم يعني نجيب الفرق بين الاجزاء بتاعتهم. فرق الصناديق، فرق الصناديق سندويتش. صح ولا لا؟ يلا نجيب بقى طول مين؟ طول علي. يلا نجيب علي لينس. علي لينس. تمام في اس هنا اهو. سوري. علي لينس بتساوي ايه بقى؟ يلا. يلا هنعمل ايه؟ 3 تايم 60. ايوه خلاص دي خلاص بقى فهمنا. تايم 60 اوفر كام؟ 3. تمام اوفر، سوري اوفر 2. شوف بقى انا لو عدم تركيز مني قلت هنا 3 وهي اصلا 2 هغلط بقى، يبقى لازم اركز شويه. ها يبقى ده طوله كام؟ 90 سنتيمتر. 90 سنتيمتر. تمام تمام. في ولاد بيجيبوها بطريقه ثانيه يقول لك ايه؟ ازاي 2 بقت 60؟ عمل التايمز مين؟ تايمز 30 تايمز 30. يبقى دي قيمه الصندوق دي، فهمتوا؟ ده معاه 3 صناديق يبقى ده يعمل تايمز 30، هتلاقي الاجابه 90.
فهمتوا حاجه يا جماعه؟ سنتي. طيب يلا بس نكمل يعني باي طريقه بقى عايز تكمل ماشي. تعالى ناخد عمر يبقى 1 تايمز 6 ديفايد باي 2 خلص بقى بسرعه ادينا 30. او تعمل ايه 30 طبعا سنتيمتر او تعمل 1 تايمز مين 30. ال 5 برضه تايمز 30 يلا تمام ادينا كام 150 سنتيمتر. فعلا لو شفت الفرق ما بين ال 90 سنتي وال 30 سنتي 90 سنتيمتر 30 سنتيمتر از ايه؟ از 60 سنتيمتر. فعلا الفرق بين علي وعمر اللي هو 90 و30 فعلا الفرق ما بينهم قد ايه يا ولاد؟ 60 سنتيمتر. برافو عليك. طيب تعال نشوف مثال اخر يا جماعه. سوري كنا المفروض نحل هنا. مفيش مشكله مفيش مشكله. نشوف مثال ثاني اهو هنا. If ratio between adults weight النسبه ما بين وزن عادل باشا. شوف بقى عادل باشا ده عامل ازاي بقى. وزن عادل اند فاطمه. فاطمه ويت يعني طول وزن فاطمه كام؟ 3 ريشو مين 7. يبقى نكتب كده ادلز ويت. يعني ايه ادلز ويت؟ يعني وزن عادل يا جماعه عندنا في الانجليزي صح كده الاس دي بتاعت الملكيه وزن عادل. طب هنا يا جماعه فاطمه اهو فاطمه ويت يعني وزن مين؟ بنت فاطمه. كام لكام؟ يلا سطر النسب يجهز. سطر الارقام يجهز يلا. كام لكام؟ 3 ريشو 7. طبعا من قبل كل حاجه لما اجي اسالك مين اتخن بقى تقول لي مين؟ لا البت فاطمه ايه تخينه شويه. صح يا شباب؟ عشان النسبه بتاعتها اكتر بالعقل. ومين الرفيع بقى؟ الواد عادل ده. تمام عشان نسبته 3. طيب if sum جات لي كلمه sum تدل على البلس. صح كده يا جماعه؟ زيرو ويت 30 كيلو جرام. يعني وزنهم على بعض الاثنين 30 كيلو جرام. يعني ده حاجه ايه يعني صغيره خالص يعني. صح كده يا شباب؟ نخلوها احنا كام؟ معلش نخلوها احنا 80 مثلا. نخلوها 80 كيلو جرام عشان كده بصراحه ربنا وزنهم صغير قوي. نخلوها 80 كيلو جرام. نكتب هنا يا جماعه نكتب ايه كلمه سم. تمام؟ عندنا 30 ماشي بس كده وزنهم يبقى صغير قوي يعني. حط هنا 80 يلا. تمام يا شباب؟ حط هنا 80 طبعا كيلو ايه؟ كيلو جرام. يلا هنا يا ولاد. طبعا هنا بقى انت فهمت ازاي تجيب النسبه ديت. طبعا هتعمل لي دول بلس الله يفتح عليك. هتبقى الاجابه كام يا ولاد؟ بتاعتنا الاجابه بتاعتنا هتبقى تاني. ولد شاطر ولا مستر؟ لا الطريقه دي حلوه. بتاعت ايه يا استاذ انت؟ هتقول لي ايوه لما بعمل ال 10 تايمز كام؟ يدينا 80. ال 10 عملت تايمز 8. يبقى كل مره اعمل تايمز 8 يبقى هنا 3 تايمز 8 بكام يا استاذ؟ ب 24 كيلو جرام. يبقى وزن عادل 24. اما الاستاذه ديت تايمز 8 يبقى دي تايم يبقى ايه 50 ايه ها 56 كيلو جرام. فعلا لو جمعنا ويت اوف عادل اند ويت اوف فاطمه هنلاقيهم فعلا 80 كيلو جرام. مساله سهله يا شباب. فهمتوها؟ يبقى هي كلها لعبه فعلا سهله. بكتب الريشيو تمام كده وبعد كده بشوف النمبر بتاعي هو تحت واحد فيهم ولا هو ايه ولا هو ضمن صم او 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 او, أو ايه او ديفرنس. ماشي شوف مثال تاني هنا شباب. ريشيو بتوين وليد وهاني وماي كام؟ 5:3:1 تمام كده. هو طبعا ماليش الريشيو دي ما بينهم في الويت ولا في اللينس ولا في ايه بس ممكن احدد بعد كده. if هاني is smaller than يقف بقى عند smaller than دي بقى يعني بيزيد عن بيقل عن سوري بيقل عن مين؟ بيقل عن مين؟ بيقل عن وليد. بيقل عن وليد يبقى هنا عندي مين؟ هاني بيقل عن وليد تمام؟ بقد ايه؟ ب 30 باوندز. يبقى هو بيعملوا مقارنه في الفلوس. يجيب قلم بس غير ده عشان القلم ده مش شايف حاجه. اهو بيقل عنه في الفلوس بقد ايه؟ ب 30 جنيه. يعني هاني بيقل عن وليد ب 30 جنيه في الفلوس. يعني مثلا لو وليد معاه 100 جنيه يبقى الثاني بيقل عنه 30 يبقى معاه 70. صح كده ولا لا؟ فايند وات each one have. عايزين نعرف كل واحد بقى ايه معاه كام.
عايزين نعرف كل واحد معاه كام. يلا شباب هنا المفروض هنا تمام. هنقوله هنا ايه يا اولاد؟ وليد ريشيو مين؟ ريشيو هاني. تمام شباب؟ ريشيو مين؟ ها ريشيو مي. ونعمل يا باشا سطر مين؟ سطر النسب اهو. ونعمل سطر مين؟ النمبرز الارقام اهو. نبدا نكتب هنا طبعا لازم بالترتيب ها 5 وهنا 3 وهنا اي 1. نتاكد كده اهو وليد الاول بعد كده هاني باشا بعد كده مي اهو 5 ريشيو 3 ريشيو ايه؟ ريشيو 1. تمام. بعدين يا مستر بعدين بيقول لك هنا هاني بقى سمولر زين. خلاص بقى انت فهمت بقى اهو. يبقى دي كلمه ايه يا ريس؟ كلمه ديفرنس بقى. خلاص احنا حفظنا الدرس بين شطوها. طب بيقل عنه 30 جنيه. 30 جنيه ما تتكتبش هنا تتكتب فين؟ تحت 30 باونس تتكتب هنا. طب هنا يا مستر اعمل ازاي؟ ما انا بشوف الفرق ده بين مين ومين. انا نسبتين واعملهم ماينس. نسبه هاني باشا ونسبه مين؟ وليد. فين هاني باشا؟ اهي وليد باشا فين؟ يبقى بيقل عنده كام؟ اهو ماينس يبقى بيقل 2. يلا بينا يلا بينا نعملها بطريقه ايه؟ يلا اللي هي بتاعت التايمز دي احسن. شوف بقى وليد يلا هيعمل ايه؟ 5 ايوه تايمز كام؟ حد يقول لي 5 تايمز كام؟ ايوه تايمز 30 5 تايمز 30 ديفايد باي كام يا معلم؟ ديفايد باي 2. الله ينور قوي. تمام كده يا شباب؟ يبقى الاجابه كام بتاعتنا؟ 75 باوند. طبعا بتعمل ده بالاله يعني. 75 ايه؟ باوند. لان 5 تايمز 30 150 على 2 يبقى 75 باوند. طب نشوف الاستاذ مين؟ نشوف الاستاذ هاني. ادي الاستاذ هاني اهو. طبعا لو واحد شاطر يقول لي مستر 120 سوري هيقول لي كام؟ هيقول لي 45. ليه؟ لان المفروض ان هو بيقل عن وليد 30 جنيه صح كده؟ نحسبوها برده عشان نتاكد من الايه؟ من الحل ده. تمام؟ يلا نعمل هنا خليها لون تاني بس كده اهوت. يلا هاني كام؟ 3. يبقى نمسك ال 3 تايمز 30 ديفايد باي 2 اه 3 تايمز 30 ديفايد باي مين 2 يبقى فعلا طلع 45 ايه؟ باوندز. فعلا هي اقل من الايه؟ من ال 75 ب 30. اخر واحده بقى نشوفهم مي هاني. مي ايه؟ مي يلا مين هيقول لي؟ ايوه مستر 1 تايمز مين؟ 30 برافو. 1 تايمز 30 ديفايد باي مين يا استاذه مي؟ اه ديفايد باي 2. الله ينور عليكم كلكم بصراحه. سوري يا جماعه. ديفايد باي 2 فبتبقى الاجابه ايه؟ ها؟ 15 باوند. لازم احط اليونت يا جماعه بتاعتنا. 15 باوند. تمام يا شباب؟ تمام يا مستر. يا رب يعني انا يا رب تكون يا رب فهمتوا النهارده ان شاء الله ويكون الدرس باذن الله كويس يعني. تمام. ريشيو بتوين 3 بيرسون النسبه بين 3 اشخاص. طبعا مش هقل اساميهم فبعمل ايه؟ بكتب كده فيرست ريشيو سكند. طالما مش هقول لك اسامي الحاجه بتكتب كده دايما بتكتب كده. اقول لك 3 بيلدينج مثلا يبقى فيرست بيلدينج سكند بيلدينج اند ثيرد بيلدينج. بجهز سطر كده لاين فور ايشوز للنسبه اند لاين فور فاليوز او فور نمبرز او ري نمبرز. هنا 2 ريشيو 7 ريشيو 8 اوكي. اف سكند از مور ذان ماينس فيرست باي 85. ده هنا في هنا ماينس بقى يبقى خلاص اكتب ديفرنس. يبقى لعبه جميله قوي قوي قوي. ديفرنس ديفرنس 85 رايت 85 هير اوكي. هنا يا اولاد 85 دي ما بين مين ومين؟ احنا قلنا او ما بين السكند ومين؟ ها السكند ومين والفيرست. اه يبقى دول اللي ماينس يا استاذ. دول اللي ماينس. الماينس يبقى كام يا فندم؟ ها يبقى 5. يعني 7 ماينس 2 بكام؟ ب 5. برضه كذلك الحاله هتعمل الفيرست بتساوي ايه بقى؟ يلا هتقوم عامل ها 2 تايمز مين؟ ايوه خلاص بقى فهمنا 2 تايمز 85 ديفايدد باي مين؟ ديفايدد باي 5 اهو. كويس كده؟ لو انت من غير اله هتقسم 85 على 5 8 على 5 فيها 1 وتبقى 3 35 ديفايد 5 يبقى يناسب 20. ماشي يا جماعه؟ طيب هتعمل 2 تايمز 17 يطلع لك ب 38 ها ب 34. كويس كده؟
وما حددش طبعا هو هنا ويت ولا ايه، فبحط سيرتي فور زي ايه؟ هاي. طب بكتب هنا سكند، يلا سكند تساوي ايه؟ 7 تايمز 85 بقى خلاص بقى 7 ايه؟ خلاص احنا بقينا شطار، تايمز 85 ديفايدد باي ها ديفايدد باي 5 خلاص بقى فاهم، نعمل تايمز تحت ونطلع ديفايد. طبعا هنا برضو ال 5 وال 85 بيدونا 17 كويس، 7 تايمز 17 7 تايمز 7 49 معانا 4 4 7 تايمز 1 ب 7 4 ب ايه؟ ب 11 يبقى الاجابه 119. طيب السيرد بقى نجيب السيرد ازاي يا جماعه؟ ها السيرد برضه تمسك ال 8 يا باشا تايمز 85 تايمز 85 ديفايد باي 5 برضه هنا تعمل كروس كده تبقى 17 تمام 5 8 تايمز 7 سوري ب 56 معانا 6 معانا 5 5 و 8 8 تايمز 1 ب 8 و 5 يبقى 16 يبقى 113. بكده يا جماعه احنا خلصنا درس الابلكيشن اون ريشيو، اتمنى كله يبقى ايه؟ يبقى فاهم الليسون النهارده، واتمنى ليكم كل التوفيق ان شاء الله في ميعاد ان شاء الله يتجدد ان شاء الله معاكم باذن الله، معاكم كان مستر محمد مصطفى، اشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.